السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم معايا من جديد في قناة عالم عواطف. اليوم إن شاء الله في إطار التحضيرات للشهر الفاضل شهر رمضان، بغيت نحضر معكم هاد القوالب ديال الكيش والمملحات بعجينة اللي هي سهلة وبسيطة واللي كتعطينا كمية اللي هي كبيرة لا بأس بها. هاد القوالب اللي يمكننا نحتفظوا بهم في المجمد ونجبدوهم إن شاء الله في وقت الحاجة، غادي يربحونا الوقت وكذلك الجهد. خليكم معايا تشوفوا الفيديو حتى الاخر باش تعرفوا سر نجاح هذا العجين. وبالنسبه للناس اللي كيشوفوا الفيديو ديالي لاول مره، كنقول لهم اشتركوا معايا في القناه بالضغط على زر الاشتراك سبسكرايب او سابوني اسفل الفيديو وفعلوا الجرس باش توصلوا بكل جديد، وما تنساوش تبارطاجيو الفيديو مع الاهل والاحباب باش تعم الفائده ان شاء الله. ودابا نخليكم مع المقادير وطريقه التحضير. نحضروا هذا العجين، غادي نحتاجوا الملعقه ديال السكر الخشن او سنيده، ملح، عندنا هنا الزعتر باش نسمو به العجين، واحد الكيس ديال الخميره الكيماويه او بيكن باودر، كاس الياغورت، بودره الثوم، كاس معمرش ديال زيت الزيتون، وعندنا نص كاس ديال الماء بارد باش نجمعوا العجين. وبالنسبه للدقيق عندي 4 ديال الكيسان ديال العنبه عامرين مزيان، قياس واحد 500 غرام ديال الدقيق الفرص. نبداو على بركه الله. غادي ناخذ الدقيق، قلنا 4 ديال الكيسان ديال العنبه عامرين مزيان، غادي نعمل ملعقه ديال السكر الخشن او سنيده اللي غادي يعطينا واحد اللون ذهبي لهاد لي فون ديالنا او القوالب ديالنا، ملحه، واحد الكيس ديال الخميره ديال الحلوى او بيكن باودر، غادي نعمل بودره ديال الثومه اللي غنسم بها واحد شويه هكذا صافي. غنخلط هاد العناصر كامله، دابا غادي نضيف كاس ديال الياغورت ونضيف الزيت، قلنا هنا كاس تقريبا ما عامرش ديال زيت البلديه. غادي نحاول ندخل هاد الزيت في الدقيق على هاد الشكل هذا هكذا. هاد العجين هادي ما غاديش نستعملو فيها الزبده، كنكتفيو فقط بالزيت. خلي نستعمل يدي بجوج هكذا. الطريقه باش كنخدمو هاد العجين بحال الطريقه ديال الصابلي هكذا، هي بالصبيعات ديالي كندخل هاد الزيت في الدقيق كما كتشوفوا صافي هكذا، حتى نحس به دخل في هاد الدقيق كامل. هاد العجينه سهله وناجحه ان شاء الله 100%. يتبعوا معايا الفيديو حتى الاخير وان شاء الله تنجح معاكم الوصفه. غادي نحك هاد الزعتر بين يدي هكذا للتنسيم، يمكن لكم تنسموا بالمعدنوس، انا اختاريت هنا نسم بالزعتر. دابا غادي نجمع العجين ديالي بالماء، قلنا نصف كاس الماء، ونحاول فقط نجمعها ما ندلكهاش هكذا، هي بشويه هي بصبعنا ما تكونش العجينه مطلوقه. قلنا هنا نصف كاس ديال الماء، الا احتاجينا شي شويه ديال الماء يمكننا نضيفو. وكما قلت لكم كنحاول هي نجمع العجين، باللي غادي نزيد واحد شويش الماء على حساب الدقيق، كاين الدقيق اللي كيشرب صافي. دابا مزيان هي تشمع لنا العجين بحال هكذا صافي، ونحبسو
ما نحتاجوه لا ندلكوها ولا حتى حاجه. صافي كما قلنا هي كيتجمع لنا العجين على هذا الشكل. هذا غادي نعملوه في بلاستيك غذائي تماما بحال الطريقه ديال الصابلي. غادي نعملوه في بلاستيك غذائي هكذا هكذا، نجمعوه في بلاستيك غذائي ونخليوه يرتاح واحد 20 دقيقه حتى 30 دقيقه. هنا يمكننا نخليوه على برا، ما نحتاجوش ندخلوه للثلاجه حيت ما فيهش الزبده، على ما يرتاح العجين ونرجع عندكم. بعد ما ارتاحت العجين ديالي خديت هاد القوالب هادو كما كتشوفوا، قوالب ديال الكيش. انا خديت هاد القياس هذا، يمكن لكم تاخذوا القياس اللي صغار منه. دابا غادي ندوز نطلق العجين ديالي، غنقسمها في الاول على جوج القطع هكذا. صافي غنحط قطعه على جنب، غنعمل واحد شويه ديال الطحين باش ما تلصقليش العجين، ونبدا كنطلق هكذا. بعد ما طلقت العجين كما كتشوفوا، غادي ناخذ هاد القوالب هكذا وغادي نستفهم بهذه الطريقه هكذا. وغادي نطلق فوق منهم العجين ديالي هذا الشكل هذا. صافي هكذا، صافي هكذا، بحال اللي غادي نلبس هاد القوالب. ما نخشي شويش العجين. صافي ونبدا كنضغط عليهم هكذا بهذا المدلك باش نقطع العجين ديالي. صافي باش تقطع معايا بسهوله. صافي كما كتشوفوا كنقادها هكذا، حيد داك الفائض العجين اللي عندي هكذا. صافي حتى كنكمل هاد القوالب كامله، ومن بعد انا غادي نوريكم كيفاش غنلبسوا كل قالب بوحديته. طريقه بسيطه وسهله. وهاد العجين اللي بقات لي فقط غادي نجمعها هكذا بحال اللي كنجمعوا العجين ديال الصابلي، ما نحتاج لا ندلكها لا والو. صافي هي كنجمعها على هاد الشكل. دابا غادي ناخذ هكذا نقادها، نحاول نضغط عليها باش تاخذ الشكل ديال القالب هكذا، وخا طلع لي شويه من الفوق ماشي مشكل. خنشوف العجين ديالي طلعت ماشي مشكل. صافي كنلبسها على هذا الشكل هذا كما كتشوفوا. صافي وكنحطها بنفس الطريقه حتى كنكمل هاد القوالب اللي عندي كاملين باش هاد العجين نحاول نثبتها مع الجوانب. العجينه هذه راها ما كتلصقناش، محتاجين لا ندهنوا هاد ليمون لا والو،
يعني ملي كنجيو نحيدوها راها كتزولنا بسهوله. صافي انا غادي نستمر بهذا الشكل هذا حتى غادي نكمل القوالب ديالي كامله ونرجع عندكم. دابا غادي ناخذ هذه القطعه الثانيه ديال العجين وحتى هي بنفس الطريقه غادي نطلقها، نعمل واحد شويه ديال الطحين ماشي بزاف حيت هذا العجين ما كيتلصقش معنا بزاف. صافي ونبدا كنطلق عاوتاني. بعد ما لبسنا هاد القوالب كاملين كما كتشوفوا دابا غادي نتكهم بالفرشيط هكذا، نتكهم مزيان باش ما يتنفخوناش ويبقاو محافظين على داك الشكل ديالهم. باللوبيا او بالفاصوليا كما كتشاهدوا في الصوره باش نضمن انهم ما غاديش يتنفخوا لي. دخل هاد لي فون ديالي للفران يطيبوا وما نعيمش عليهم يتحمروا، هي فقط انهم يشدوا راسهم ونحسوا بهم تجمعوا. غادي نطيبهم من التحت وشي شويه من الفوق يبقاو بويض نص طيبه ونخرجهم ونطلقوا ونشوفوا الشكل ديالهم النهائي كيفاش. بعد ما خرجوا من الفران خليناهم ارتاحوا شي شويه وكنخويوهم هاد اللوبيا هكذا او الفاصوليا، كنزولوهم من القوالب بكل سهوله. كما قلت لكم هاد العجينه راها ما كتلصقش. صافي وهاد اللوبيا هادي غنوليو نحتاجوها مرة أخرى. هذا هو الشكل النهائي ديال القوالب الكيش أو المملحات ديالنا بعد ما خرجناهم من الفران. كما شفتو ما كنعينوش عليهم حتى يتحمروا، كنخليهم فقط ياخذوا هاد اللون الذهبي. وكما شفتو العجينة راه هي بسيطة ولكن ناجحة 100%. حتى بالنسبه للبنات اللي كيصاوبوها لاول مره كنقول لكم يعني ما تردوش، هي صوبوها وتبعوا جميع المراحل من الاول حتى الاخير وغادي تنجح معكم ان شاء الله. وكما شفتوا هذه العجينه راها بسيطه واقتصاديه في نفس الوقت، بنص كيلو ديال الدقيق خرجنا 24 حبه، يعني كما كتشوفوا هذه هي الكميه اللي خرجت لنا. غادي نوضعوهم في علب او في اكياس بلاستيكيه ونحتفظوا بهم في المجمد، والوقت اللي بغيناهم كنجبدوهم بكل سهوله ونحطوهم مباشره ونعملوا فيهم الحشوه اللي بغينا وندخلهم الفران بكل بساطه. نتمنى من الله الوصفه ديال اليوم تكون عجبتكم، وبالنسبه للناس اللي كيزوروا القناه ديالي لاول مره كنقول لهم مرحبا بكم معايا في القناه، اشتركوا معايا بالضغط على زر الاشتراك سبسكرايب او صابوني اسفل الفيديو وفعلوا الجرس باش توصلوا بكل جديد، وما تنسوش تبارطاجيو الفيديو مع الاهل والاحباب. وما بقى لي الا نودعكم
وإلى فيديو جاي إن شاء الله في إطار تحضيرات رمضان، وإلى اللقاء.